السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم حضرتنا إن شاء الله في الجزء الثاني من شابتر 4 اللي هو الفيزيكال ديزاين. زي ما انتم متذكرين حكينا انه الديزاين نوعين، النوع الاول كان لوجيكال ديزاين وحكينا عنه، والنوع الثاني كان الفيزيكال ديزاين. واذا متذكرين تعريف الفيزيكال ديزاين كان هو تحويل البيزنس بروسيس اللي بناخذها من اللوجيكال ديزاين، بناخذها وبنحولها انتو ا فيزيكال سيستم. شو يعني فيزيكال سيستم؟ حكينا انه يعني الوصف النهائي للسيستم من ناحيه السوفت وير والهاردوير ومتطلباته وحتى المزود حكينا انه نختاره في الديزاين. خلينا نشوف هون في السلايد الاولى الميجور اكتيفيتيز، الانشطه الرئيسيه اللي بنعملها احنا في الفيزيكال ديزاين، مهمه جدا هذول. اول ميجور اكتيفيتي اللي هي ديتيرمين اف فاليو ان موفينج فورورد وذ امبلمنتيشن اوف نيو سيستم، هل هناك قيمه من الاستمرار وتطوير السيستم ولا لا؟ هذا السؤال يبدو غريب في البداية، لأنه تذكر أنه أنا كملت مراحل كثيرة من بناء السيستم، صحيح لسه ما بينته، أنا لسه ما بينته فعليا، لأنه زي ما أنتم تعرفوا الديزاين بعدي مباشرة بيجي الامبلمنتيشن، يعني بعدي مباشرة البناء الفعلي للسيستم، يعني لسه إذا ما بنيت سيستم. لكن أنا كملت إذا متذكرين بلانينج، وكملت أناليسز، وكملت حتى النص الأول من الديزاين اللي هو اللوجيكال ديزاين. فهل جاي تسأل إنه في قيمة من الاستمرار في تطوير السيستم ولا نروح وخلاص ما نعملش إشي؟ Determine if value in moving forward with implementation of a new system. طب افرض كان الجواب لا، عارفين شو يعني لا؟ يعني كل الشغل اللي أنا اشتغلته من planning وanalysis واللوجيكال ديزاين كله اشتغلته على الفاضي، طلع ما فيش داعي إنه نطور سيستم جديد. ليش ما سألت هذا السؤال مبكر أكثر؟ ليش ما سألته من أول يوم عشان أوفر حالي الجهد اللي عملته؟ الجواب إنه أنا ما كنت أقدر أجاوب هذا السؤال بأول يوم، أنا كان لازم أعمل planning وanalysis وديزاين لحتى الديزاين النص الأول طبعا logical design لحتى أقدر أجاوب هذا السؤال، ما كنت أقدر أجاوبه قبل هيك. ثانيا أنا زي ما حكيت قبل شوي، أنا لسه ما عملتش إشي فعلي، ما طورت السيستم، ولذلك هذا هو الوقت المناسب جدا اللي هو قبل بناء السيستم مباشرة على طول قبل ما نبني السيستم، هو أنسب وقت إنه نسأل فيه هذا السؤال. إجابات هذا السؤال، السؤال نفسه هذا اللي هو حكينا عنه determine if value in moving forward or not، فيه له ثلاث إجابات. يعني خلينا نفترض إنه هو سؤال multiple choice وفي عنده ثلاث إجابات، ثلاث خيارات لازم يختار منهم. الجواب الأول do nothing، والله ما فيش value، ما فيش أي value من الاستمرار، إذا do nothing، هذا خيار. الخيار الثالث، خليني نروح الثالث لأنه عكسه تماما، implement changes، لا في داعي، والله في داعي لتطوير سيستم، أنا في عندي حاجة وأنا في عندي مقدرة مالية وأنا جاهز خلاص وأخذت القرار وبدي أطور سيستم، implement changes with new or upgraded technology. وعلى فكرة إذا بدك سيستم كامل new أو upgraded بس تعمل تطوير على السيستم الحالي، بالحالتين أنت رحت على الخيار الثالث. في ناس دائما بفكر إنه do nothing implement changes إنه جيب السيستم جاهز، وبيفكروا دائما طلاب جو مني إنه الخيار الوسط الثاني اللي هو الوسط إنه مش do nothing ولا جيب new system بس اعمل upgrade. لا، حتى upgrade حتى التطوير على السيستم الحالي يعتبر implementation، يعتبر من الخيار الثالث مش الخيار الوسط. هلا بنشوف شو هو الخيار الوسط. بس مبدئيا لو قررت انا اعمل implementation، ساعتها بيكون في عندي ثلاث خيارات، كيف بدي اعمل implementation، كيف بدي اطور السيستم جديد. دائما في ثلاث خيارات، والصراحه انه هاي خيارات implementation دائما مش بس بالاتش ار اس، عشان هيك هذول اخذتهم كمان من ماده information systems. الخيار الاول اللي هو build in house، يعني انا في عندي مبرمجين، انا حتى لو انا جامعه مثلا مش شركة برمجيات، بس أنا في عندي مبرمجين وأي برنامج بحتاجه ما بروح على شركات متخصصة ببناء البرمجيات، لا أنا في عندي مبرمجين باخذوا رواتب وقاعدين وبعطيهم هذا الشغل بيشتغلوه build in house. هذا الخيار الأول. الخيار اللي عكسه تماما كمان مرة بدي أروح للخيار الثالث اللي هو outsourcing outsource development، لا أجيب ناس من برا. بس انتبه إنه في شبه بين الخيار الأول والثالث، إنه راح يتطور من الصفر ما راح ينشره جاهز، راح يتطور من الصفر بس بالخيار الأول من مبرمجين من عندي أنا من نفس المؤسسة. الخيار الثالث كمان راح يتطور من الصفر خصيصا إلي
بس اجيب ناس متخصصين من برا، متخصصين ببناء الاتش ار اس، او كمان في امبلمنتيشن بس انه ما ينبنى خصيصا لي، لا بايت اشتريه جاهز كوميرشال اوف ذا شيلف. ايش يعني اوف ذا شيلف؟ يعني من الرف. يعني انت لما تروح على المول او على السوبر ماركت وتاخذ شيء من الرف، هذا الاشي بيكون مبني خصيصا لك، واجوا وعملوا معك لقاء قبل ما يصنعوه وشافوا شو حاجتك بالضبط وراحوا بنوا لك اياه. لا هم بنوه لك ولغيرك، ما كانوا يعرفوا اصلا مين بالضبط راح يشتري اي شيء محطوط على الرف، مش معروف مين بالاخير راح يكون نصيبه يشتري، وبالتالي هو مش مبني خصيصا لشخص معين، وانما هو مبني بشكل عام واي واحد ممكن ياخذه. هذا هو البايت. طبعا زي ما انتم شايفين هو موست كومن، موست كومن يعني الاكثر انتشارا، يعني اكثر الشركات لما لو قرروا يروحوا يجاوبوا السؤال هذا بالخيار implementation، انه والله في داعي انا اعمل implementation، طب كيف بدك تعمل؟ تطوره من عندك ولا تجيب ناس من برا ولا تشتريه؟ معظم الشركات يشتروه. ليش؟ لانه احسن؟ لا مش لانه احسن، لانه ارخص واسرع. وهذا بيجي عليه اسئله انه ليش الشركات اكثر خيار عندهم موست كومن، يعني اكثر خيار دارج ومنتشر، انه يشتري سيستم جاهز بدل ما يطوره هو او يجيب ناس يطوروا له اياه خصيصا له، مع انه مش افضل خيار. الجواب انه لانه ارخص واسرع خيار الجاهز هذا اللي هو commercial off the shelf، يعني من الرف تاخده مباشرة. وده ما ذكرين حكينا عنه هذا شوية من زمان لما حكينا عن customization، انه في شركات بيروحوا يختاروا الخيار الجاهز، وزي ما تشايفين معظم الشركات، مش في شركات، معظم الشركات بيروحوا على الخيار الجاهز. هل هذا يعني انه هو ال HRS مش time consuming زي ما حكينا بالشابتر الاول؟ لا هو time consuming، لانه حتى البايت جاهز برضو بده customization، هو انبنى بشكل عام لك ولغيرك، وبالتالي انت محتاج انك تعمل له customization، تخصيص بحيث يصير مناسب اكثر لمتطلباتك انت. هذول خيارات الخيارات الimplementation، كل واحدة طبعا لها حسن وسيئة. افضل اشي، شوف افضل اشي هو الاوتسورس، بس اغلى اشي البيلد ان هاوس. مشكلته انه يكون عندك مبرمجين مش كثير بروفيشنال، يعني هم يعني احنا عندنا بالجامعة مبرمجين، بس لو قارنت خبرتهم في بناء الاتشاري بجوز مرة واحدة بالحياة يبنوا اتشاريس، وبروح يبنوا كمان اليوم اللي بعده نظام مالي، واليوم اللي بعده بيهتموا شوي بموقع الجامعة، يعني خبرتهم عامة. اما انت لما بتجيب شركة متخصصة يعمل لك اوتسورس، بتلاقيهم بيعملوا بالسنة الواحدة بجوز نظامين او ثلاث اتشاريس، متخصصين بالاتشاريس، خبرة افضل اكثر احسن. الاوتسورس لكن اغلى. البيلد ان هاوس مشكلته انا شخصيا بشوفه انه مشكلته انك تعلق في الموظفين المبرمجين. يعني انا شركة، انا جامعة الاساس عندي تعليمي، وظيفتي الاساسية تعليمية، ليش عندي 30 مبرمج؟ وبعض شركات في عمان زي ما بحكي لكم دائما، شركات برمجيات في عمان، انا بعرف شركة وكثير ناجحة في عمان فيها 10 مبرمجين، بس 10 مبرمجين، وبنتجوا برمجيات وبيبيعوا ووضعهم تمام، بينما احنا بالجامعة عندنا تقريبا 35 مبرمج، تخيلوا، وانت علقان في رتبهم. فهذا انا بالنسبة لي سيئات الخيار الاول. طب شو حسنته؟ حسنته اذا هم موجودين already، اذا خلص موجودين وانت علقان فيهم، على الاقل انك بتوفر سعر الاشي اللي بتدفعه له برا، سعر الـ HRS بتدفعه لناس برا، خلاص ما انت already عندك موظفين وبتدفع لهم رواتب، على الاقل بتطلع شوي من رواتبهم. الخيار الوسط بين انه لا ما اعملش implementation، او انه اعمل implementation كاملة او نص upgrade، يعني انه تعمل changes للـ HR processes، بس ما فيش implementation ابدا، ما فيش لا سيستم جديد ولا upgrade ولا حتى تطوير للسيستم الحالي، بس تعمل تغيير على الوظائف، الوظائف الـ HR، وظائف الموارد البشرية، make changes to HR processes without، شوفوا without، من غير لا new ولا حتى upgraded. ليش؟ لأنه لو أنت عملت new أو upgraded technology ساعتها أنت دخلت بالخيار الثالث، لو ما عملتش إشي من مرة أنت دخلت بالخيار الأول. إذا شو الخيار الوسط؟ أنه يكون في تغييرات مش زي الأول، بس ما يكونش في new أو upgraded technology زي الثالث. في تغييرات، ولا عليش تغييرات؟ على HR processes بس، يعني على وظائف الموارد البشرية مش أكثر. هذول كلهم كانوا خيارات السؤال الأول، determine if there is a value in moving forward with implementation of new system or not. الخيار الثاني اللي هو determine hardware and software options and requirements، وهون ما بنحكي عن السوفتوير بس الـ HRS، حتى لو أنت محتاج سوفتوير ثاني حتى تشغل الـ HRS، هون أنت في هاي المرحلة
بتفكر شو حاجتك. طب انا داخل على امبلمنتيشن ل اتش ار اس، طب هذا الاتش ار اس مش بده هاردوير، مش بده سوفت وير ثاني، بده اوبريتنج سيستم مثلا، نظم تشغيل. انا هون بحدد خياراتي منهم عشان اكون جاهز. يعني تخيل واحد يروح على السوق ويشتري اشياء لازم يحفظها في ثلاجه وهو ما فيش عنده بالبيت ثلاجه، فهو بالاول بفكر شو انا محتاج اجهز عندي بالبيت حتى تروح انت تجيب الاتش ار اس وتقدر تشغله. Determine where to obtain hardware and software، وهاي يكتبوا لي جنبها اللي هي موضوع مهم جدا طبعا، هاي بس مكتوبة بصيغة سيئة شوي، اكتبوا لي جنبها اللي هي اختيار مزودين vendor selection. الخطوة الثالثة اللي هي vendor selection او اختيار المزودين vendor selection. انا هون بختار الفندور لانه خلص زي ما انتم شايفين ما ظلش شوي صغيرة، واكمل الفيزيكال ديزاين وادخل بالمرحله الرئيسيه اللي بعدها اللي هي امبلمنتيشن. طب مين بده يعمل لي امبلمنتيشن؟ الفندورز. واذا متذكرين مره حكيت لكم انه الفندورز بس بيعملوا امبلمنتيشن، ما لهمش علاقه في البلاننج ولا في الاناليسز ولا حتى بالديزاين. انت بتشتغل، المؤسسه اللي بدها تطور السيستم تشتغل هذا الشغل كله حتى تفهم متطلباتها بشكل جيد، بعدين بتجيب الفندور. طبعا فندور اللي مش عارف شو يعني فندور، يعني الناس اللي بدهم يبنوا لي السيستم الجديد. الفندور اخر اشي بتجيبه، اخر اشي بتتعاقد معه بس عشان يبني لك السيستم. دليل، شوفوا انتبهوا، الدليل اختياره الان اليوم قبل الامبلمنتيشن بشوي صغيره، هذا دليل على انه الفندور ما بيعمل لا بلاننج ولا اناليسز ولا ديزاين ولا اشي، هو بس بيجي ببرمج وبعطيني السيستم وبشغل لي اياه وبروح. ديفلوب امبلمنتيشن سكيدجول اللي هو الجدول، خلاص انا بعد شوي على طول راح اكمل الفيزيكال ديزاين وادخل بالمرحله الرئيسيه اللي بعدها اللي هي امبلمنتيشن، فانا محتاج لسكجول يعني جدول، زي واحد بده يطلع فبده يروح على اكثر مكان فحط لنفسه سكجول، سواء مسك ورقه وقلم وكتب ولا بس في مخه هو بيحط لحاله سكجول، والله انا بدي اروح اخلص الشغله الفلانيه بعدين اطلع على المكان الفلاني اخذ كذا وزي هيك. فانت بدك سكجول، جدول يرتب الاعمال اللي بدك تعملها في الامبلمنتيشن. Work with potential vendors and select some software if obtained externally. هون انت صار عندك vendors. طب مين بدك تختار من vendors؟ في vendors كثير، مين بدي اختار؟ هذا موضوع محاضرتنا الجاية راح يكون ان شاء الله، اللي هو working with potential vendors.